النمسا تريد تحديد من يحق له اللجوء والقضاء على عصابات تهريب البشر. استحداث منهجية جديدة للأمن النمساوي بعد هجوم روسيا على أوكرانيا. تراجع محصول التفاح والكرز في فيينا بسبب الصقيع. تحرير عشرات المخالفات بعد إطلاق شرطة الدراجات على مستوى البلاد. انتكاسة كبيرة في سوق العقارات النمساوية خلال عام 2022. و38% من النمساويين يؤيدون خيار الموت الرحيل. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكد المستشار النمساوي كان نيهاما أن مكافحة الهجرة الغير شرعية تشكل أولوية لدى حكومته، وتعهد بالعمل على إجهاض مخططات عصابات الهجرة الغير شرعية. وأوضح أن الدولة النمساوية هي التي تحدد من تستقبل من المهاجرين ومن يحصل على حق اللجوء، مؤكدا على تقليل المساعدات للوافدين الجدد. كما أشار نيهاما إلى توسيع التعاون مع دول الجوار لتأمين الحدود، وقال أن هناك خطة لإنهاء أنشطة مهرب البشر بحلول عام 2030. دعت أحزاب المعارضة إلى المشاركة في إعادة النظر في المنهجية الأمنية للنمسا وتطويرها، خاصة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. وتأتي هذه المطالبات بعد إعلان المستشار كارل نيهاما ونائبه كوغلا عن وجود منهجية جديدة خلال فترة الحكومة الحالية. وفي بيان مشترك أكد حزبي المعارضة الاشتراكي الديمقراطي والحرية على عدم فرض الاستراتيجية الأمنية الجديدة من قبل الائتلاف الحكومي الحالي دون مناقشتها في البرلمان. تعرضت فاكهة التفاح والكرز في فيينا إلى خسائر فادحة بنسبة تصل إلى 60% بسبب موجة البرد والصقيع الليلي. وأشار المزارعون إلى أن تغير المناخ يؤثر لفترة طويلة، ويعد تجمد الأزهار خطراً على المحصول، ويحاولون رش الأشجار بالماء لحمايتها، وتوقعوا عدم الحصول على عدد كاف من التفاح. وبالرغم من أن العنب لم يتأذى حتى الآن، لكن هناك خطر عليه لأن براعمه لم تنمو بعد. يذكر أن محصول الكرز كان يصل عادة إلى حوالي 30 طناً في الموسم الواحد. أعلن وزير الداخلية جيرهارد كارنا عن افتتاح شرطة الدراجات هذا العام بمناسبة استخدامها على الصعيد الوطني. وأشار كارنا إلى زيادة حركة مرور الدراجات في السنوات الأخيرة، وأكد أن الهدف هو تحقيق التعايش الآمن بين جميع مستخدمي الطريق، وسيستمر عدد ضباط شرطة الدراجات في الزيادة من 311 إلى 350 هذا العام. ويذكر أنه منذ بدء عمليات المراقبة في فيينا تم مخالفة العشرات من المشاة وراكب الدراجات الكهربائية وحتى السيارات. كشفت شركة العقارات النمساوية ريماكس عن تراجع في مبيعات الشقق العام الماضي بسبب تداعيات كورونا والتضخم المرتفع والأزمات العالمية. وذكرت أن عدد الشقق المباعة كان حوالي 50,000، وهو أقل مقارنة بالعام السابق. وتراجعت القيمة الإجمالية للمبيعات بمقدار 109 ملايين يورو في العام 2021. ووصفت الشركة التراجع بانتكاسة كبيرة، ومن المتوقع أن يتجه سوق العقارات نحو هبوط الأسعار لهذا العام إذا لم تتغير الظروف الحالية في الأسواق. أيد 38% من النمساويين خيار المساعدة على الموت الرحيم بحسب استطلاع نشر الأربعاء، ورفض 17% هذا الخيار لأسباب أخلاقية أو دينية، وأجاب 37% بأنهم غير متأكدين، و7% رفضوا الإجابة. ويأتي هذا بعد قرار المحكمة الدستورية في 2020 بتنظيم مساعدة الموت الرحيم. ومع ذلك يشعر 4 من كل 10 نمساويين بالحيرة والغموض حول الاستفادة من هذا الخيار، وأن 1 من كل 10 يرون أنه لا يمتلك قيما أخلاقية أو دينية مبررة. و
وأحسن الله وإياكم خاتمتنا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.